عندما يعرف المستفيدين من الخدمة الجمعية بأنها الجمعية التي تبتكر أو التي تجلب المنتجات المبتكرة والجديدة، هذا مدعاة سرور لنا. الابتكار من برامج جمعية حديث الحاج معتمر الخيرية المحببة للنفس والقريبة، لأنها توفر الكثير من الجهد والوقت وتوصل الخدمة للمستفيد بأفضل صورة، ويعني لا تتصور ما توفره هذه الابتكارات من حلول لمشاكل قد تكون معقدة وتوصل ما نريده إلى المستفيد بأفضل صورة. بحمد الله الجمعية لا تقف عند حد في بحثها عن الابتكارات والجديد في كل موسم. مبادرات كثيرة قدمتها الجمعية، أكثر من 23 مبادرة قدمت، منها ما يختص بتوفير المياه، منها ما يختص ب المبيت، منها ما يختص بتسهيل تسليم الخدمة إلى المستفيدين. الابتكارات كثيرة ومتعددة، والابتكار لا يقف عند حد حقيقة، ولذلك نحن نسعى دائما إلى التحسين والتطوير. خدماتنا إلى جانب، ولكن الابتكار بشكل عام هو جانب مهم جدا نضعه دائما في المقدمة. الابتكار حاجة وليس رفاهية. عندما يوفر عليك هذا الابتكار أو هذا المنتج وقتا في الخدمة، عندما يوفر لك فرصة لخدمة أعداد كبيرة جدا في وقت يسير، تكون هنا يعني هذه حاجة يعني مهمة جدا نسعى لها. عدد موظفي الجمعية بعدد ما كان يقدم سابقا من خدمات قل الآن العدد مقارنة بتزايد في الخدمات، لأننا نعتمد على الابتكار فيما نقدمه وما ننتهجه من أدوات في تقديم الخدمة. البحث عن المنتجات أو الابتكارات هو ديدن الجمعية في عملها. كل منتج نحاول أن نحسنه، وكل مشروع أو برنامج نسعى إلى أن نطور فيه، ونبحث في هذا الجانب عن أشياء تيسر تقديم هذه الخدمة أو تحسن في تقديم الخدمة. عندما تقدم خدمة لضيف الرحمن في عام ثم تقدمها في عام آخر بشكل أفضل، أن ترى أنك قد خطوت خطوة أو قفزت قفزة في الاتجاه الصحيح، وخاصة عندما يحتفي المجتمع المكي بهذا المنتج ويعني يقومون باستخدامه في عملهم وفي خدمتهم المقدمة لضيوف الرحمن. عندما يعرف المستفيدين من الخدمة الجمعية بأنها الجمعية التي تبتكر أو التي تجلب المنتجات المبتكرة والجديدة، هذا مدعاة سرور لنا، وهو يعني حمل على أكتافنا أن نقدم دائما الأفضل والأكمل. هذه الابتكارات التي تقدم هي من توفيق الله عز وجل أولا وآخرا للجمعية وللعاملين فيها، فهذا الضيف ضيف الله عز وجل، وربنا هو الذي يسر هذه الخدمات له. عندما تحدث عن سبحة الطواف كمثال كيف كانت وأصبحت بعد ذلك طورت حتى تكون بأرقام لكل شوط، وهناك تطوير لها أن تكون إلكترونية، كل منتج بإمكانك أو في كل زاوية أو في كل ركن من خدمة ضيوف الرحمن بإمكانك أن تقدم الكثير وتبتكر وتطور، شريطة يعني يتوافق هذا المبتكر والمنتج مع الشرطات الشرعية التي ترعاها الهيئة الشرعية في الجمعية وتدقق فيها بشكل كبير. من الابتكارات الجميلة التي قدمتها الجمعية أو التي جلبتها الجمعية كبسولة هدية الفندقية. المنتج كان يعني معروف في شرق آسيا في اليابان بالذات، وكان الإعلان الكبير الذي انتشر لهذا المنتج أنه من اليابان إلى مكة المكرمة هدية تقدم كبسولة هدية الفندقية. هذه الكبسولة التي قدمت بعد أن سمحت وزارة الحج بتجربة في موسم الحج قبل عدة سنوات بتجربة السرير ذو الطابقين، فقدمت الجمعية الكبسولة ذات الطابقين إلى جانب السرير ذو الدورين، ولقد نجاح كبير بحمد الله.
ونرى أننا قد خدمنا يعني منتج جميل، ووفرنا في مساحة الغرف السكنية لضيوف الرحمن خاصة في الأماكن الضيقة مثل المشاعر، وأيضا هي مفيدة للعاملين في الخدمة سواء من الإعلاميين أو من رجال الأمن أو من العاملين في مخيمات الحجاج. هي مهجع ممكن يتناوب عليها الأشخاص حسب عمله 24 ساعة في كل وقت يجلس فيه شخص. هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مشكورة يعني سمحت للجمعية ومكنتها من موقع في ميناء على خط المشاة لتجربة هذا المنتج، استفاد منها في موسم الحج خلال 5 أيام الحج أكثر من 1200 تقريبا حاج وبين رجل وامرأة. جمعية هديت الحاج ومعتمر الخيرية تشارك في معارض وتزور معارض في داخل المملكة خاصة التي تهتم بالسياحة أو بخدمة ضيوف الرحمن. عندما نشارك في معرض فنحن نبحث أو نحاول نستمع إلى 10 مشاكل جديدة لم نستمع لها سابقا أو لم تطرأ علينا، أو نبحث عن حل واحد لمشكلة يعني تؤرقنا حقيقة. بينما في سفر المعارض الخارجية أو الاطلاع عبر النت على المنتجات المبتكرة الجديدة بإمكان العامل في الجمعية أن يعني يقارن بين هذا المنتج وبين المكان الذي يقدم فيه بحكم لديه يعني خلفية عن احتياجات في موسم الحج أو في العمرة لهذا الوافد العزيز وما يحتاجه لتقديم اللي يقدم له بشكل مناسب. هي دعوة لإخوتي العاملين في القطاع الخيري وفي القطاع الأهلي لتقديم الابتكارات والبحث عن ما يسهل تقديم الخدمة لضيوف الرحمن. فالبلد الآن الحمد لله يعني عبر الرؤية المباركة 2030 تدعم كل تطوير وكل تحسين وكل ابتكار، وهذه فرصتنا في القطاع الثالث أن نقدم أنفسنا بالشكل الذي نستحقه الحمد لله. في تقديم الابتكار من أهالي مكة المكرمة نرى يعني مشاهد كثيرة جدا نفرح بها حقيقة. عندما نرى شخص يعني يقطع جزء من الكرتون يعني يروح على حاج في موسم الحر أو ليظله من الشمس، عندما نرى من يقدم مثلا الأحذية، في المقابل نرى من يوظف مضخات التي تستخدم للزرع لتبريد على ضيوف الرحمن، استفادة من العبوات البلاستيكية في سقي الطيور. كل يعني بوسعه وبإمكانياته يحاول أن يقدم ويحاول أن يشارك في تقديم شيء من الابتكارات. الابتكارات يعني لا يشترط أن تكون مكلفة و يعني باهظ الثمن، هي فكرة جميلة وبسيطة تيسر على الكثيرين الكثير من الجهد والتعب. هي دعوة لأحبتي في مكة المكرمة وفي كل موقع يخدم فيه ضيوف الرحمن، بإمكان كل شخص أن يعني يتجول عبر الشبكة العنكبوتية ليبحث عن أفكار وابتكارات، يطلب منتج ويوصله إلى الجهات العاملة في الخدمة سواء جمعية هديت الحاج ومعتمر الخيرية أو غيرها، أو حتى يوظفه هو بين أبناء حيه لتقديم خدمة رائعة ورائدة لضيوف الرحمن. وكل ما يقدمونه لمكة هو حبا لمكة. أسكب سنة الإبهاج بهدية للحاج، بهدية للحاج فهي السناء له كمصابح وسراج، كمصابح وسراج نور عميم في غيث السماء الثجاج، نمضي بها نرجو أن نلزم المنهاج، أن نلزم المنهاج.